المطبخ التونسي ماما ألفة. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نوريكم احسن طريقه عندي في الكسكسي بالعلوش. عملت لكم برشا مرات قبل كيفاش الكسكسي بالعلوش، لكن خاصه للي يعيشوا لبرا باش نعطيكم نوع الكسكسي الباهي نوعين يعني كيفاش تعملوا وبالطريقه اللي تعمل الكسكسي بالعلوش. هوني عندي ثلاثة كتلات كيا تاع علوش، باش نحط عليها زيت زيتونة تقريبا 100 ملي زيت، وما ننساوش اللي هاك الحم فيه الشحم باش يخرج لنا الشحم نتاعو. الزيت باهي راهو في الكسكسي، ما كانش يجي مستقرص. استوى نشعل عليه النار ونحط له كعبه بصل هكايا كبيره، نقصها بالخشين تقعد محافظه على نكهتها وباش تذوب. هي هكا ولا هكا باش تذوب، خاطر عنا علوش ياخذ برشا وقت. حط فيه رشه فلفل اكحل، نحط فيه مغطيتين كبار طماطم معجون هكا، نقص فيها كعبة طماطم صغيرة هكا نحيت لها زرعتها. وإذا تبدا عندك طماطم طويلة هذيك ما تنساش خليها بزرعتها مش مستقر ساقات. صب فيها شوية ماء، نحط الملح، غرفة صغيرة مليانة. ردوا بالك إذا كسكسي عولة ماذا بيك ما تحطش ملح جملة، ما تعاش عليه. وبعد في الأخر ذوق وشوف، هكا هو ربع. وفلفل الزينة، غرفة صغيرة مليانة، وهريسة عربي وإلا فلفل مهاوش هذايا. وتوا اكتملت الروايح المنينة. وتعرفوا شو يعملوا في دار العرس بعد ما يطيبوا الحمص وحده؟ ياخذوا ماك الماء نتاع الحمص هذاك ياخذوا منه ويسقيو به في الاخر المرقه نتاع اللحم. طاوة نصب له الماء سخون، بسم الله. نحط له إترا ونص ماء سخون ونسكر عليه الكوكوت 20 دقيقة ملي تبدا تغلي، 20 دقيقة بالضبط، ومن بعد عليه الكوكوت ونكمل نطيب الخضرة. وطبعا باش نحضر شنو باش نعمل، هوني عندي الحمص، الحمص ديما راني نشريه، ننفخو ومن بعد نطيبو في الكوكوت أكثر من شطر تياب بشوية، ونحطو يستقطر مليح ويبرد ونحطو في الساشيات في الكونجيلاتور. كي نبدا حاجتي بيه جوست ما يغلي 10-15 دقيقة كان طارت. باش نفوحو ملح وكركم وفلفل أكحل، أكاها شوية كركم ملح فلفل اكل. ونحطو يطيب، وهذايا الزبيب جوست ما ننقعو في الماء اكاها ونحطو في الماء. وفما شكون بعد ما يهبطو الكسكسي ويسقيوه ويقدموه الكسكاس هو بيدو يرميو فيه الزبيب يتفور شوية معاك المرقة باش يتنفخ هكا شوية ومن بعد يحطوه، كل واحد كيفاش يعمل. وعندي القرع الاحمر، انا القرع نحنا كسكسي العرس لا نعملو فيه لا فلفل، الفلفل يتقلاه وحده، ولا نعملو فيه خضرة. اما انا نحط طرف قرع احمر باش يعطيني حلاوة، يعطي هكا كي الحلاوة متاع الطماطم ما يخليهاش قارصة ويعطي هكا نكهة بنينة للمرقة للصوص. بعد ما نعدي 20 دقيقة ملي الكوكوت تخدم نهبط نحي الخطا ونحط فوقها الكسكاس باش نخلي الكسكسي يفور نص ساعة ولا 20 دقيقة، ونرمي وقتها ديجا نرمي الخضرة. ما طابت الخضرة تفور الكسكسي نسقي وأسرع كسكسي بالعلوش بنين يهبل. والفلفل نرميه زادة في الأخر كيف كيف باش يعطي نكهة بنينة. نقسمه على ثلاثة، نعاود ونقول راهو يتقلي ما يتيبش في المرقة. أمانة باش نرميه خليه بوحده، هو مغسول واضح أمور واضحة. طيب نرميه في الأخر هو والقرع أكاها، هو القرع قبل ومن بعد هو. طيب الكسكسي واللي يعيشوا في فرنسا راهو أبن كسكسي أنا جربته، هو متاع غران فخي، متاع الغران فخي، هو متاع المجازانيت الغران فخي تلقاوه هذايا، راهو ماهوش إشهار. أنا غير بركة جربت ما عجبني، حتى عيفوني في الكسكسي الآخرين الماركات الأخرى خلاتني نحسه مسفوف ماهوش كسكسي، ما يعطيش البنة هكا الكسكسي.
وهذايا يعطي بنا تقول عليه كسكسي عولة. جربوا وتو تقولوا لي حسيتوا شنو الفرق اللي حسيتوه بينه وبين الماركات الاخرين. لكن الحاجة اللي فيه اللي هو ما يبذرش كما الكسكسي الاخرين. الاخرين قبل نطيبوا على 3 مرات، هذايا الكيلو نطيبوا على مرتين، معناها نحط رطل باش يكفيني فطور وعشاء. هنحط الكسكسي هاو كرطيل، نحط فيه ملح وفلفل اكحل، تحب تحط كركم تحط كركم والملح. نبسه بالزيت وبعد نبله بشويه ماء. طاوة نحط له الزيت تقريب 5 مغارف هكاك كبار. المهم يتبسس بكله مش يبدا برشا مبلول، الزيت يمسك عبيت الكسكسي الكل. والماء 4 5 6 حفنات مثلا باش يعاوننا في التفويرة. انا قبل كنت نحطو شايح ما نبلوش بالماء، اما ياخو برشا وقت في التفوير ويتسقى مرتي. توا نعمل له طرف الماء هذايا ونسقيه كان مره بركه ومنفوره مره بركه كهو. يلا خليه يتشرب على روحه. وتوا نحيت الخطام تاع الكوكوت باش نحط الكسكسي في الكسكاس يتفور فوقه. اول حاجه نرمي الخضره ومن بعد نحط الكسكسي. ريتو كيفاش يبس هكا، شوفوا ريتوه كيفاش ولا قالب واحد. تعملوا هكا يتحل معاك ما فيه شيء ولا يكعبر لحد شيء. نرمي طوا القرع قبل كان وريهولكم، ما زدتو حتى طرف ماء، حليت عليه رميت القرع وطوا نحط له كسكيس. هذايا الزبيبة هاكا اتنفخ، نزيد نخلي يزيد يتنفخ شوية آخر. الفلفل نرميه في 10 دقايق الأخرانيين. هذايا الحمص طاب أو كالمين نجم نمرق بيه راهو من بعد ننكه بيه الكسكسي. ولهنا صمتلو 3 كعبات عظم. نحنا في عروستنا ما نصمتوش العظم في فوق الكسكسي، لكن فما شكون يعملو، عجبتني الفازة قلت نحطها في نابلز. زاد نعرفهم يعملو في الجنوب في بالي يحطو. حسيتو بدا يشد شوية، زدتو تقريبا 4 لتر ماء. وباش نرمي طوا الفلفل. يغلي تقريب 5 10 دقائق ونطفي عليه وطاب الكسكسي نسقي. طوا الكسكسي صاي يتفور، تعدى عليه 30 دقيقة بالضبط. نحطو في التبسي نتاعي، نبسطو هكا ومن بعد نحط فوق الكسكيس ونصب الصوص باش ما يهبطليش البصل معاها. بسم الله. نسيت باش نقولكم الماء تاع الحمص حطيت الربع نتاعو في الاخر، نسيتو جملين. حطيت ديجا قبيله شويه الربع نتاعو، خليك منه شويه. ريتوها التكستور نتاع الوحده الصاص الكسكسي ما يجيش ترونسبارون، ترى كان شي يجيك ماست لاست. بسم الله. احنا نورمالمون يسقيوه هكا ومن بعد يغطيوه يخليوه يتشرب ومن بعد يجيو يخلطوه هكا. بدا يشرب ديجا، بدا يظهر لو تخليطه. بسم الله. نعملو ضرب زبيب هكا. نسقي بك الورقة اللي قعدت. بسم الله. صب هكا شوية على الحمص وعلى الكسكسي.
والكسكسي نتاعنا ها هو حضر. المرقه هوني حطيتها هيك في شقاله وطرفه الفلفل اللي قعد والقرعه. وشنو نحكي لكم على الريحه، نودكم ومنشهيكم هكا. وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها.